حضرتك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله، اتفضل. لو سمحت، انا يعني ايه حل ان انا بجيب قرض من البنك واشتغل في المواد الغذائيه؟ مرابي تقع في الربا، لأن الله حرام عليك، مرتكب كبيرة الربا. مفيش معايا طيب سيولة ولا اشتغل. ده شارك أي واحد، شارك أي واحد صالح، شاركه واكسب انت وهو. سلام عليكم.